لقد تم رصد ميزانيه عن ولايه اضرار مقدره ب 523 مليار لتغطيه 60 كيلومتر تدعيم، وكذلك عصرنا وشجعنا التحصيص يعني لكذلك التعاقد مع 5 مقاولات في جانب اضرار، وكان يعني بحضور الجميع، وكان الاجتماع جد ثري، وتم الاتفاق لحلحله كل المشاكل، وكان كذلك تعهد معنا السيد ولي لمساعدتنا يعني فيما يخص ما يسمى بمحاجر يعني الحصى اللي راهي قليله على مستوى اضرار او فيها بعد، وهذا تفاديا لاي تاخر. هذا المشروع الهام والذي كان مطلبا لكل سكان المنطقة لما له من حيوية وما له كذلك من دور في اقتصادي اجتماعي أمني أسري، وليخفف عناء تنقل لمرتفقي ومستعملي الطريق، وكذلك السير في ظروف أمنية وفي ظروف جيدة وكذلك في وقت مختصر. الحصة المخصصة لولاية عين صالح وهي 18 كيلومتر بمبلغ يفوق 95 مليار، والخطرة في التاريخ من طريق الأقبل إلى هذا الطريق نتاع عين صالح الأول، كل معايير فيها ما شاء الله، فيها التيف، فيها الجرافي مع التيف، معها السمك الثاني المرتفع، كانت الناس تخدم طريق في 6 شهور تكسر، دوك الحمد لله هذه المعايير. شنو نتمنوها؟ انه يكون فيها سرعه الانجاز مع نوعيه الانجاز الثاني ان شاء الله يا ربي يتشكل العزله على المنطقه، لانه والله كل المتعاملين اللي يجون للمنطقه يشكو من الطريق، وبالتالي يكون تعطيل لامور المواطن.